Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ma taban beyan ki rûn ki ev hakku mafet hudi taala data milleti data şa'bi data ra'iyeti. O pişlingi ev millet ev şa'b ev gel ev halk narabi taban avi hakki hu mumarasab ki bdristayi ev milletu ev halku ev gelu ev şa'b دي بيت شعبك ذليل يا جبان يا غنكار يا وكو رساله خو ادانكري واجبي خو ادانكري اركي خو ادانكري ما كلمه بولي دا قلت يعني انانا سر حكمي ان سر كرسي كي يعني انتخاب كرنا مثلا هندك مروبه هندك رؤوسا هندك عناصرا طبعا ابا صلاحياتك درست يا تام يا شعبيه ويا ملتي ويا خلقيه حكمة عائلة حكمة يعني وراثي حكمة كي حرامت إسلامت يدا چكي إنسان وقت مات جهه خو دمك درج دي بيتا صنم دي بيتا إله دي بيتا معبود دي بيتا وثن إسلامت كيدا ممنوعة چنابت حرامة تو إنسان كي بهلي جهه ويدا سر كرسي كوي پتر چار سالا پتر مادة كي وصا دمك وصا حتى اف انساني ها بشيت طبعا وي وقت رهيت خود عرضي دبت وبشيت اف انساني ها طبعا فساد بكت دزي بكت طالان بكت خرابي بكت جريمة بكت حتى دي مايكي فچينا بيت فإسلامتي ليلة بو ما بيان كت بيجيت حق هل بجارتنا انسانا هل بجارتنا دست را دست يعني كت بيجن هلاتا بيجت افا فقط 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 افا حق ملتيا حق كسي دينيا نحق يعني كل أنا أناكو أو إيكب كتا مسؤول أو إيكب كتا بربرسة إلا ملت وشعب طبعا بيك هاي رابط أبا اختيار يوان أبيك وقته طبعا ملت رابط اختيار هل بجارتنا عندك إنسانا كو كرنا حكمران والسياسة تسليمي وان كرو كرنا پش راويت خو كرنا مسؤولت خو كذا الاخري واجب دوية يعني أبي وكو حق دوية يا خدي تعالى سلوي ملتي فرس كيري قوتي إمبي رابن المراقبة لازم أو ملت أو شعب أو خلق أو قل بفي رسالة رسالة هنيجي طبعا أدا كان في أركي هني أدا كان في حقي هنيجي طبعا أدا كان أو شيا أو مراقبة كرنا وان أجهزة وي حكومتي وان مسؤولة وان دصلاة وان بربرسة لازم شب الروجة أو مسؤول أو بربرس طبعا من رقابته ملتي دابن بن زيربانيا ملتي دابن بن زيربانيا قلي وشعبي دابن أكيك بيش كيف حق دايا الشعبي كيف طبعا ما فدايا الشعبي أو رب زيربانيا بمسؤولي بكت بدستالاتي بكت بحكومتي بكت بملكي بكت بكذا دي بيجيني أف حقي خدايا خدي تعالى أف حقه بخشية في ملتي في شعبي في أمتي وان بصرمانا يقول كي طبعا مداهنقو دهين إنسان هل بجيرن بشتين تل بجيرن جي الوي وقتي ده كاميراج البربدن وده دن نبن رقابتي أبي مسؤوليها أبي ده الصلاة ها زيروان يكا دقيق طبعا ده لكن وده بري خدنا السياسة تاوي اگر سياسة تاوي شوي نوعي بيت او وكو طبعا كنت بيجني السياسات الخاطئة السياسات الغلط يتوكو يعني بنا سبب أزمات بتا سبب فقرات بتا سبب هجارية بتا سبب بغضي نبيان ملت ايك صفيوان تيك جيت جيك اخبنا كلمان تيك جيت توحد يعني وحدة نامني اوان سياسات التانية يتوكو طبيعي اسلامات كي حرام كدن ونحق في السلطة ام في حزبية او بكت ملت وی وقتی رأساً دی ملاحظه خوها بیتو، دی بریاره خوها بیتو، دی قراره خوها بیتو، دی دنگ خوها بیتو، دی او بیت چمکی الاصل هو الامه، هنگی که حکومت، هنگی که مسئول او وکیل نو اصل، 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 اصل ملت و شعبه، وی وقتی او ایکی دی کنه وکیل خو، اکب کر وکالت اینهاد، طبعاً دي شقك البنغو هويداً دي درخن دي إقالاكاً دي عزلكاً دي درخن دي طردكاً إطاعوي طبعاً ناكاً تماماً حق المراقبة أبا نحقك طبعاً نقانون دايا الشعب يعني كمراقبة مسؤولية بالبرسي بكال ونا طبعاً وان دايا خو أبا حقك خدي تعالى طبعاً دايا الشعب
وخدي تعالى من حا أفهديه إداية ملتي أفد بتضمانة يعني مانا وين ملتي متماسك بقوة بوقتي أو ملتي تحويل بيت أبي حكمتكتو وأبي محكم هردو بوقتي طبعا دي بنا بستك أفد دعابو فيكت أفد رحمة بيبت أفد مصلحة في ملتي دابت أف ملتي هجي إطاع وطبعا سمع إطاعة دي حاكميكت وقتي سمع طاعة وثقة ورينا بين حاكمي محكومي شبي أو أسعد لحظات أمتي وشعبينا بس وقتنا بين ملتي ونبينا وحفنا حكمي لتك طبعا بتباغض وبنبيان وبعداوة وبدجمني في وقتي هل اقدر لعنا الخداني خوك ملت دائما دين فينا الوي سلطيك وانت صلاتك ومسؤولة ديك أو دا صلاة جي طبعا ضمير وجدانية دائما ديويك تقل ملتي أو ملت بيتك تشيتو بيتشيتو بيبرسيت بيتو بيت لواز بيتو بيت ضعيف بيت فدي بيننا بين أوي حكمراني وأوي رعيتي وي محكومي هيج بيوان دينية هيج سيقانية هيج بوارينية هيج محبتنية بيانية فدي وليت حتى أو ملت أو شعب دي جهت وي أستي حسكت قوتك أجنبي سروي أرضي دا بهتن أوي وطني جي احتلالك بس أو حفننا منين أو ظالمنا منين أو دسنا منين أو لصوصنا منين نكوي ما نعني أخو أرضي ويجي بشتو وطني ويجي بشتو انتماء ويني دينيت منين يا وطني منين يا قوم منين يا تشتكي وينا من كذا فإسلامات بيجت وقت أف ترتيبه هنا وقت ملات طبعا خلكي هل بجريد وملت مراقبة طبعا تصرفات وسياسات توانت كات في وقت ناجهيت في أستي حتى الشعب ولا بيت حسكت وطني ويران بيت شنك أجر ملتي أو حزب أو لا ينهل بجارد ومراقبة ونكر رأسا أو حزب دي بيت السجان ملت دي بيت الرهائن همي شبات يعني وطن دي هيت خطف كيرن خطف تماما قلكم ملتي طبعا نما او صلاحيته او جرأته او برياره او قرار ابي حكمي لتكتو خراب حكمتكتو طبعا ويقال نكتو ندريخيتو محاسبة نكتو نكوين نكتا سجنبا الوي وقتي وطن دي بيتا طبعا معتقل او حكمتك دي بيتا سجان دي بيتا البردر جاي كذا انتو شي بيجي او حكمتك دي بيتا مختطف شاوي عندك عصابة هنا دي شن طيارك خطف كان طبعا رها او ركابة توي طيارة بيدي من الرهائن طبعا مصير يوان همي كنزان دي شليت بو إلا بتوي عصابة دا اوكو طيارة خطف كده كذا وطن جي دائما يعني ولي تيجالك جا وطن تيتا خطف كده خطف بترخي هندك مروبة با طبعا سيادة او قوتن سربي وطني نبو قانونية ونبو شرعية ونبو ملتيا با بو مزاجة وي حاكمية وي مفسدية وي ضالية وي منحرفية وي كذا إذا ملت هم مي دي بيت الرهائن دي بيت السجناء أو حاكم جي دي بيت السجان باشا وقتي تدير ملت بي سجن بي وقتي عبر التاريخ كسي تشجا دفاع سجننا كريان أف إنسان السجن بمحاولة كي دائما ديوار السجن بروخين أو سجن من عالم درب كبير چنك عالم إنسان طبعي وحش حريته وآزادية كال تدير كل دنيا دا إنسان دفاع سجن كري تديد كان نزلاء السجناء وتوكد كابن السجناء تديد كان دفاع يعني السجناء كري الجوابنا وطنجي وقته هندك بروف حكمي ليب كان بي إرادة الشعبي رأسا دي بيت السجن إذا كز دفاع الوي وطني ناكت أو وطني وكو تحول إلى سجن ومعتقل وهو شعب همي بي الرهائن عالم دي هول دات أو وطن بيت السوستن بأي طريقة يعني نفت يدي وطن نفت كي بي السبب أي بي السبب چنك أو صلاحيات خده تعالى داينا ملتي وشعبه كو اختياريا يعني حاكمية ومراقبة كرنا حاكمي بيقب الله بتخلقي دانا مايا عندك إنساني تين طبعا متسلطن متجبرن أو غير خنادنا إرادة عالمي أبمرو بتاني خطف وطني كري إذن في وقتي وطن دي ويران بيت وأو ملت جي همي دي بن الرهائن وأو ملت جي غيك جي دي لبرزة بيت إنتاج نامينيت اقتصاد نامينيت فيان نامينيت آواهي نامينيت تجارت نامينيت تشتك نامينيت همي طبعا بريف خرابيني ويران بينا أفا دو حق دو ماف خده تعالى يدينا يعني ملتي اختيار ومراقبة كرن خده تعالى حقك يسيجي يدايا الشعبي ويدايا ملتي أو تشيا
او حقاوة محاسبة كرن يعني چه؟ يعني اف انساني ها تيشي لپیچين ببن تيشي عقوبة ببن مسؤول ببن برامبري وان تصرفات اوتكن اواجي هر صلاحيات شعبين صلاحيات ملتين صلاحيات خلقين تعين ومراقبة بشتي هنجي محاسبة كرنا وان مروفا وان رؤوسا وان عناصرا أبيت وكو استغلال حكمي كري و سياسات خراب طبعا بيرو كرين و ملتي خو طبعا كريا الضحية و كريا طبعا قربان و حتى دي مايكين إمام عمر بحث كد بيجيت بالنسبة يعني أوي تشاوى عالم تل بجارت و تشاوى خلقك تل بجارت أوي تقول إنجيك مسؤوليتا خطرترين تشتا لازم تلب جري لازم تهول بدي لازم هم مه جهدي خط صرف كي مروبك إنسانك لاينك خلقك ببيني أبي تواكو شعور بمسؤوليتك كان أبي بأخلاق أبي بضمير أبي أمين أبي مخلص أبي شاكساس أبي يعني صادر رازقو إمام عمر رازبين ياخده سر بيت جارك البيجن هندك مروف رخا كون بين وقت هندك مروف رخا كون بين قلت وي خلقي وي خلقي هلي كشوا بخو طلبك بكن أمنيتك خاص يعني خاص خاص نكش خده تعالى بين أمنية يعني طلب كير خوزي خوزي يعني خوزي وصبا كا كشوا چه سادلوية كده چه خوزي راهلي كده قوي خوب دمانگو ايكي قلت خوزي تجيبين حال من زير هبانا بو چه قلت الله مياد دم خلقي دم فقير تمام درست تمام يدي قلت الله خوزي تجي وين حالي ويش قلت حيشتر من هبان هم يده مخلق كده الاخر امام عمر طبعا قوه خدا ابنيتتون همي الشرعين همي البر مصلحة عامة همي درست تمام دليل معدن وان انسان اصيلة قلب وان آبايا اخلاق وان درست بناء وان انسان تمام بعضهم من بعض المؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض أبا هل بلغ الدارة كنا كذا بس إمام عمر شو قلت قلت الله با من خوزي أكادي هاي أمني أكادي قلت إيش قلت خوزي تجي في قاعي من ظلام هبانا شبت أبا عبيدة ومعاذ كري جبلي وشبت أبان مروفي طبعا يتا. قلت أبو كنا يا أمير من قلت حتى أجعلهم أمراء على الأمة يعني قلت هن مهمة قلت شل وين مهم استرنيا خدي تعالى بكتا رزقي ملتي أو حاكم أو أمير أو ذا الصلاة يب أخلاق يب دين يب مخلص يب حلال خور يب وكي ملتي تجيت يب خانيه وكي ملتي راتبه وكي ملتي جيناه وكي ملتي جلكي وكي ملتي مركبه وكي ملتي أو إنسان طبعا وان ويب ترنيا قلت خوز يا من أبا خوزي تجي في بنايتي من ظلام هبانا شبتي أبو عبيدة وشبتي معاذي وشبتي فلاني وفلاني دامن همي كربانا أمير وريبر وحكمران وأجير وخلامت في ملتي چنكي چتشت في عظيم ترنيا وقت تو مسؤولك بربرسك الشريف وطاهر وحلال خور تو بو ايك داني چنكي او ضمان او ملت همي دي تنفسيك ودي حريتوان كرامتوان دينيوان دي هيتا فارستن مافتوان دي هنا فارستن بري خب ده امنية عمري چند مظنة بري خب ده چند مهمة چنكي او وكتو تماشبكي مصيبة في عالم اسلامي چه مصيبة هي زراعتي ده انا مصيبة يعني في عالم اسلامي عدد هجمار وان ده نا ولا انهم طبعا كثيرون ولكن غثاء كغثاء السيل هجمار علتا به ملت اسلامي طبعا چه دایا يعني سبب چه اف ملت وصا شقی بیا که بجید مصیبتا مزن و کاریثا مزن سر به امت اسلامی ها اف طبقات حکمی لیت کن اف مجرمنا اوان طبعا نه تاریخ بو هیلا نه دین بو هیلا نه اقتصاد بو هیلا نه علم بو هیلا نه تا عالم اسلامی ابتلاء مزن مصیبتا مزن اوانا اف حكامنا اويت وكو ناجز اكي ملتنا وحكامة خواننا اويت وكو مال ملتي طالام كان فمصيبة امتي ابيا وبيجي حتى خدي تعالى في مصيبة رات كان اف امتي جي طبعا دي البن في عذابه دي ودي نالت واخر دعوان الحمد لله رب العالمين.